بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة وبعد. عزيزي محمود، قبل أن أبدأ كلمتي أوجه تحياتي وتقديري إلى أبطالنا البواسل في الجبهة الذين حملوا راية النصر على أكتافهم ورفعوا راية الحرية عالية، مضحين بأرواحهم وحياتهم فداء لوطنهم. أهنئكم على هذا النصر الكبير الذي أثبتوا به للعالم أجمع أن مصر بها رجالا يستطيعون قهر العدو وهزيمته، وشهد العالم أجمع بالبطولات العظيمة التي قدمتموها لوطنكم والتضحيات التي بذلتموها في سبيل إعلاء كلمة الحق وهزيمة المعتدين اليهود. من أجل ذلك كله كان لمصر أن تفخر بأن لها أبناء وشبابا ورجالا من خيرة الرجال. تحية وتقديرا إلى أبطالنا البواسل، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عزيزي محمود، أحمد الله على سلامتك وأنت تقوم بواجبك تجاه الوطن، وكنت أتمنى أن أكون بجانبك لأنال شرف الدفاع عن مصر الحبيبة، وكنت أود أن أكتب لك قبل ذلك، ولكن بمجرد أن عرفت العنوان أرسلت لك في الحال. عزيزي محمود، لا تشغل بالك، فنحن بخير وندعو من الله أن يوفقكم وينصركم وتحققوا دائما النصر على أعدائكم. الكل هنا يهديك السلام صغيرا وكبيرا، والسلام الخصوصي من بابا وماما ولكل من معك من أبطالنا في الجبهة، كما يهدي إليك السلام أيضا كل من نادية وكريمة وزوزو وإيمان وهشام وحسين وعائلة الأستاذ حاتم وحرمي وكل من في حلمية الزيتون. كلهم يتمنون عودتك بسلامة الله ويطلبون من الله أن يحميك ويرعاك، وأنت في هذا الموقف البطولي الذي يتمنى أي فرد منا أن ينال هذا الشرف العظيم. عزيزي محمود، لك مني أخلص التهاني بالنصر الذي حققتموه، وأدعو الله يا بطل أن تعود إلى بلادك وأنت حامل راية النصر ورافع الرأس، فنحن لا نقدم إلا ما هو واجب علينا، فأي شيء نقدمه لمصر هو جزء بسيط مما يجب أن نقدمه، ومهما تكن التضحية ومهما يكن الفداء كله يهون في سبيل مصر الحبيب. والسلام. أخوك مجدي محمد، تحريرا في 2 نوفمبر 1973.